يا غزل وينك لهلا؟ لا تشفقي وتزعلي عليها، وإلا بعدين كل جهودك لحتى تخلي الكل يعرفوا قيمتك بهالبيت رح تكبيهم بالحاوية ورح تروح على الفاضي. أنا رح موت. غزل، غزل، أنت أخيراً إجيت على هاي الغرفة حيدر؟ أنا كتير مبسوط. جاوبيني لأشوف أمي سعادتك بالطبخ ولا هي اللي طبخت كل شيء؟ هو أمي هي اللي عملت كل شيء. وليش ما وقفتي؟ أنت ما بتعرفي إنه هذا الشيء بيأذيها؟ إيه آسفة، بترجاك سامحني. أنا كيف بدي سامحك؟ دعاء كانت مستحيل تسمح لها لأمي تشتغل. أنت خليتي أمي توقف قدام الفرن وتطبخ وتعذب حالها. شو ما بتعرفي إنه مع ربو بتتأثر فورا؟ ومع هيك خليتيها تطبخ وتشم دخنة الطبخ. لا حيدر، أنت فهمان الموضوع غلط. أنا ما طلبت مساعدتها نهائيا، وهي اللي إجت ساعدتني. بس هي إجت لعندك على المطبخ تساعدك وتطبخ عنك، لأنها كانت بتعرف إنك لسه مو متعودة تقومي بواجباتك. حيدر، أنت بس أعطيني فرصة واحدة وأنا رح أتعلم كل شي، رح أكسب رضا الكل. أنا ما بيهمني نهائياً إذا تعلمتي الطبخ ولا لا، وإذا كسبتي رضا الكل أو لا. المهم إنه ما تخلي أمي تتعب وتتعذب لحالها. ما بيكفي إنه هالمشاكل العائلية موترتني وأخدي عقلي؟ وبالنسبة إلي أمي أهم شي عندي بهالدنيا، وما عندي أهم منها أبداً. شو رح يصير إذا تأثرت صحتها من دخان الفرن؟ وقتها شو؟ بلكي اجتها أزمة ربو. شو؟ اي حيدر، حكيك صح، هي اجتها أزمة ربو هلأ ومشي الحال. خليكي عم تطمني عنا عطول. انت شو بتعرفي عنا؟ بتعرفي ايمتى بتحب تشرب الشاي؟ ايمتى بتحب تتمشى؟ بتعرفي اي حبة لازم تعطيها بحالات الطوارئ وقت تتعرض للأزمة؟ انت بتعرفي شي عنا؟ الدواء، طلبت مني جيب لها على البيت دواء، نسيت اطلب لياها، شو اعمل؟ وبركي ماتت هلأ بسببي انا. شبك، ليش ما عم تحكي ولا كلمة؟ جاوبي، أي دواء أمي بتاخده بحالة الطوارئ؟ حيدر، أنا بعرف الاسم، بس دعاء هي اللي نسيت تطلب دواء الربو اللي بتاخده أمي، بس أنا طلبته. لا تخاف حيدر، لهيك لا تاكل هم. شوفي غزل، معاملة أمي لدعاء مو منيحة، لهيك اتضايقت منها، بس ما بيعني إنها ما بتهمني. واضح كلامي؟ إذا بيصير أي شيء لأمي فرح تشوفي وشي التاني. أنا بعرف حيدر، وأنا كمان بحبها كتير لأمي، بتعرف، وما رح خلي أمي تتعذب بسببي. أوعك تتعذب. أنا كذبت على حيدر بخصوص طلب الدواء هلأ، بس لسه لهلأ ما حكيت الصيدلاني وطلبته. لازم أطلبه بسرعة وإلا رح أوقع بمشكلة كبيرة وما أخلص منه. اهدي دعاء، انتبهي على صحتك، لأنه ما رح يصير لها شي لهينا. ما فيني طول بالي واهدى ستي، هي بحاجتي كتير هلا. طيب بلكي هي صار لها شي، وقتها شو؟ أنا لازم كون معها بهالوقت، ماني أكلي هم خلافنا، لازم روح وشوفها. دعاء استني، دعاء استني. ليش ما عم يرد علي الصيدلاني؟ مو وقته. هي عم تموت؟ إذا ما بعطيها الدواء فحيدر ما رح يسامحني. شو أعمل؟ شو أعمل؟ أنا لازم أتركها تموت، ووقتها أنا بيكمل انتقامي. لا يا غزل، لا تكوني قاسية هالقد، انقذي حياتها. ايه انا بعترف بانه انا كنت المسؤولة الوحيدة عن موتها لامك.
لا ليش لأنقذك؟ أكبر عدوة إلي هي بتكون قاتلتها لأمي. أنا حلمي إنه خليها تتعذب كتير وتموت على البطيء. سلامات يا هينا، سلامات. الله معك يا هينا، باي. أمي، دعاء، حيدر. أمي، أمي بترجاكي اصحي، خليكي فايقة، ما رح يصير لك شي. أنا هون، استني. وين البخاخ؟ هي دواكي البخاخ، يلا. يا ربي، اهدي أمي، اهدي اهدي بس شوي، رح نادي للكل. بعدي بعدي عني. وقت هالحكي أمي، شو صاير لك؟ الحياة قدامنا، منتخانق بعدين. كيف بدك تخانقيني إذا ما ضليتي عايشة؟ يلا يلا تعالي معي. مع إنه هي كانت معصبة ومتضايقة كتير من هنا، فجأة صارت تهتم فيها. أنت ما كان لازم تنقذيها دعاء، أنا كنت رح أنبسط لو هنا ماتت اليوم وارتحت منها.